الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح والدنا الحاج صالح فتفت في مثواه وإلى روح جميع موتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وبحق ما بها من أسرار، وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار، اغفر للحاج صالح تثبت ذنوبه والأوزار، وشفى فيه النبي المختار، واجعله من الناجين من عذابك ومن النار، واجعل قبره متوجا بالأنوار، وارزق آله الصبر والسلوان والاستقرار، واجعل خيرهم من بعده مدرار، واجعل له في الجنة مستقرا وقرار، بصحبة نبينا المصطفى وآل بيته الأطهار. أما بعد، إخوة الإيمان، فلقد قال نبينا المصطفى: لكل امرئ من اسمه نصيب، فما ظنكم بنصيب من كان اسمه صالح، ومن عاد اسمه صالح، وعاش اسمه صالح، وعاش فعله صالح، محبا لبيوت الله، عمودا ووتدا من اوتاد واعمدة المساجد، فاعلا للخيرات، تاركا للمنكرات، محبا للمساكين، طاهر اليد، نقي الصدر، عفوف اللسان، وكان يملك حسن الطلب وحسن العطاء. رحم الله الحاج صالح رحمة واسعة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربنا، نحتسبه عندك من الصالحين، ونحتسبه عندك من المنفقين، ونحتسبه عندك من المحسنين، ومن أهل الخيرات، ومن أهل البر، وأهل الفضل، وأهل الإحسان. يا ربنا، إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أن الراحل الكريم كان من خيرة خلق الله، مؤمنا برسالة رسول الله، فاعلا بما أمر به القرآن، منهيا عما نهى عنه القرآن، كان محبا لكل من عرفه، لجيرانه وأصدقائه، حتى من أكل عنده مرة في مطعم هذا شهد له بالصلاح والإتقان، وشهد له بحسن أداء الطهي والطعام. رحم الله الراحل الكريم رحمة واسعة، وجعل مستقره الجنة. أيها السادة، واليوم أتينا في يوم تكريمه، أكرمه الله في ليلة الجمعة، ونكرمه اليوم يوم الجمعة. وقال نبينا الحبيب: من مات يوم الجمعة أو ليلتها عصمه الله من فتنة القبر. وأتينا لنشارك الحاج السيد صالح فتفت، والحاج مؤمن صالح فتفت، والحاج وائل صالح فتفت، والحاج حمادة عبد المنعم ود، والحاج لطفي أبو ود. أيها السادة، ليلتنا قرآنية، فيها أعلام الإذاعة والتلفزيون المصرية،
شيخنا محمد علي الطاروتي الذي بإذن الله تعالى يمتعنا الآن، وقد أمتعنا بالأمس القريب في فجر الإذاعة المصرية، واليوم أمتعنا شقيقه الدكتور عبد الفتاح الطاروتي بالإذاعة والتلفزيون بأداء رشيد من مدينة بورسعيد بالإذاعة والتلفزيون. أيضا ضيفنا الليلة القارئ البطل من أبطال التلاوة وصاحب الصوت الندي شيخنا محرم العطار من خيرة أهل القرآن الأخيار. كذلك ضيفنا الليلة أيضا شيخ محمود علي عوض الله المبتهل بالإذاعة المصرية وشقيقه الشيخ علي عوض الله. أما فضيلة الشيخ طلب إماما عادلا نتعلم منه الأدب. في مجلسنا هذا كبار السياسيين بمدينة ومركز الزقازيق بل بكل الشرقية، سيد النائب المغوار مجدي بيك عاشور في وجهه نور وفي فعله نور، استاذ محمد فوزي خليفة، حد شامل حروني، استاذ جمال الحمزاوي، كذلك السيد النائب الاسبق الدكتور خالد العراقي. ايها الاخوة الاحباب، هيا الى ايات خير كتاب نستمع خاشعين منصتين لآيات رب العالمين لعلم الإذاعة صاحب الأداء المتين فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. كروان الجمعة والفجر بالإذاعة المصرية، يتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسنا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما
فالق الإصباح وجاء
الشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
ومن النخل من طلعها إنوان دانية وجنة ومن النخل من طلعها عنوان دانية وجنات من أعناب ذلكم لآيات
لقوم يؤمنون. وجعلوا وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله.
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا إلى ما تيسر من آيات الملك العليم العلام ومعجزة سيدنا المصطفى سيد الأنام
وقارئ التلا بدقة وإحكام، ومن آيات سورة الأنعام التي تبلغ من الآيات 165 آية بالتمام، نزلت على رسول الله يزفها 70,000 من الملائكة الكرام. ومن عظمها بركة القصواء ناقة المصطفى سيد الأنبياء، لعظم ما بالسورة من أنباء. تلاها علينا العلم بين القراء، ونبت بيت القرآن وبيت العلماء، أعلام الإذاعة المصرية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الذي أمتعنا الآن. وبإذن الله تعالى نستمع لأمسية دينية من تسجيلاته الاثنين القادم بإذن الله. أيها السادة، باسم أسرة الحاج صالح فتفت رحمه الله، باسم الحاج السيد صالح فتفت، والحاج مؤمن صالح فتفت، والحاج وائل صالح فتفت، وباسم الحاج حمادة عبد المنعم ود، والحاج لطفي أبو ود، أشكر لكل من شرف بالعزاء. ايضا باسم فضيلة الشيخ طلب. السادة الكرام، نتقدم بالشكر للفراشة والانارة الحاج محروس الصغير واخي الحاج سامي بالزقازيق، الهندسة الاذاعية مؤمن الفكهاني بالنخاس، كذلك مقدم الضيافة ميدو ببنيوس، ومخرجنا للتصوير مهندس ناصر صلاح، ومصورنا صلاح ناصر. ايها السادة، نتقدم بالشكر للسيد النائب الجسور مجدي بيك عاشور، الاستاذ محمد فوزي خليفة، استاذ شامل حروني، الاستاذ جمال حمزاوي، كذلك السيد نائب خالد العراق، والنائب المحبوب والمنتظر ماجد بيك دياب، كذلك السيد العمدة حسن بيك جاويش واخيه الحاج حمدي جاويش. كما اشكر ايضا استاذ دكتور هشام جلال جاويش رحم الله والده، واشكر ايضا باسم اخي محمد ابو اسماعيل حج فخري عدلان، والاستاذ عبد العزيز الالفي. السادة الكرام، الاسرة الكريمة يشكرون للسيد المستشار امين جاويس بمجلس الدولة، ولكل من شرف بالعزاء. شكر الله لكم جميعا، وندعو الله ألا يريكم مكروها أبدا.